مع العلم اننا ركزنا على اشجار لان جربنا في المستنبت اللي غادي يزوروه ان شاء الله تلاميذ البيئه ابتداء من السبت القادم، وايضا المجموعه اللي غتجيبها جمعيه اساتذه علوم الحياه في الارض. المستنبت الصغير جربنا فيه من 2009 لحد الان تقريبا 10 اصناف، لكن لقينا رقم واحد هو الخروب، الرمان، الاركان بالطبع، اللوز، هذو هما اللي كيصبروا واللي كيتكيفوا مع تغيرات المناخ في المنطقه. للاسف هذه الحمله الى حد الان والله شي 135 اللي ساهموا، يمكن نشري في السيت باش يساهم 3 يعني 30 درهم فما فوق، ولكن الان غادي نحولوا هذا التسهيلات الى الناس العيون الى الاصدقاء اللي بغينا نساهموا، ولكن ماشي عن طريق لاكارت بونكير. ان شاء الله لقينا حل انه على الاقل هذه السنه هذه، وبديت الحمله في يناير فبراير، جماعه القصابي بدينا بها. من المحتمل ان شاء الله ان من هنا 15 مارس غادي نوصلوا 50,000 شجره جماعه القصابي، ومن بعد غادي نفوتوا الجماعات بدون استثناء، غادي نستثناو اي جماعه اداي فركات جميع الجماعات في الجهه ان شاء الله بالتدريج. كيف استطعنا اننا نبداو بهاد 50,000؟ غادي نمشيو لجماعه ثانيه ان شاء الله نفس السنه بفضل هاي اطلس فونديشن اللي هي مؤسسه اطلس الكبير اللي تواصلنا معاهم، وعدونا انهم يمكن يعطونا ماشي يعطونا ولكن يتساهلوا معنا في الحصول على 100,000 فسيفا. اذا الى استطعنا غير هذا العام 2023 نحققوا هذه 100,000 فهذا مكسب. لهذا ندائي ما دمتم هذه فرصة ثمينة، بغيت هنا طلب 20 شجرة لكل مؤسسة. أي واحد ممكن شاف أن المؤسسة ديالو التربوية محتاجة 20 شجرة، وننصحكم بالخروب لأن كيصبر، أنكم تتوافونا بتليفوناتكم بالمؤسسة في أسرع وقت ممكن في العنوان اللي أنا غادي نعطيكم إن شاء الله، الهاتف أيضا اللي في الواتساب. أرجو قبل 15 فبراير تكون عندي هادي هادو، غادي نعطوها لكم مجانا للمؤسسة الدولية للفضاء صالح للغرس. الشركاء الحاليين اللي هما الآن هو هذا.